طبعا احنا في ايام فاضله مباركه في شهر رمضان مبارك، تثبت دوله الامارات العربيه المتحده يوم بعد يوم قياده والشعب ومقيمين حبهم للعمل الخيري، والحمد لله رب العالمين. هذا نتاج غرس المقفول له الشيخ زايد طيب الله فراه، ان غرس فينا العمل الانساني الحمد لله رب العالمين. يتواجدون اليوم كبار وصغار، بنات واولاد، مواطنين وغير مواطنين، في عمليه مد جسور الخير للدول المتضرره السابقه، سواء اخواننا واشقائنا من سوريا وكذلك الجمهوريه التركيه. الحمد لله رب العالمين، غرس زايد مستمر بفضل الله عز وجل، بفضل صاحب السمو رئيس الدوله حفظ الله ورعاه، اخوانه حكام الامارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وكل خيرين وكل جمعيات خيريه، جمعيه الشارقة الخيريه، الهلال الاحمر، مؤسسه القلب الكبير، كلهم اليوم يعني يثبتون يوما بعد يوم ابناء زايد دائما على الخير، وان شاء الله تعالى عطائنا الانساني مستمر، كلنا ابناء الامارات، كلنا زايد في سبيل ان شاء الله خدمه ورصد الانسانيه في كل مكان دون فرق بين لون او عرق او دين او جنس، فالحمد لله رب العالمين. الله يثبتنا على هذا العمل الانساني ويجعل كل ذلك في ميزان حسنات كل المشاركين اخواني واخواتي.